السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اعزائي التلاميذ مرحبا بكم عندنا امتحان تجريبي في اللغة العربية دورة يونيو للمستوى السادس ابتدائي بديو قراءة النص تعتبر الحضارة نظاما اجتماعيا يعين الانسان على الزيادة من انتاجه الثقافي وتتألف الحضارة من اربعة عناصر الموارد الاقتصادية والنظم السياسية والتقاليد الخلقية ومتابعة العلوم والفنون وهي تبدأ حيث ينتهي الإضطراب والقلق لأنه إذا ما أمن الإنسان خوفا تحررت في نفسه ثلاثة دوافع التطلع الإبداع والإنشاء وبعدئذ لم تنفك الحوافز الطبيعية حتى تستنهضه للمضي في طريقه إلى أن يصبح أكثر فهما للحياة وازدهارها وازدهارها عفوا وباختصار الحضارة هي الرقي والازدهار في جميع الميادين والمجالات. ترتكز الحضارة على البحث العلمي والفني التشكيلي بالدرجة الأولى، فالجانب العلمي يتمثل في الابتكارات التكنولوجية وعلم الاجتماع، فأما الجانب الفني التشكيلي فهو يتمثل في الفنون المعمارية والمنحوتات وبعض الفنون التي تساهم في الرقي فالفن والعلم هما عنصران متكاملان يقودان أي حضارة ندز أسئلة الفهم ألف أضع عنوانا مناسبا للنص النص كيدا على الحضارة يعني بلا من طول على رأسنا صعب نكتب الحضارة فقط نبأ أبحث عن خريطة كلمة العلم عندنا الكلمة هي العلم نوعها هي اسم مرادفها العلم المعرفة وضدها هو الجهل نديرها في جملة الجملة المعروفة هي العلم نور والجهل عار تاء أذكر أربع كلمات تنتمي لعائلة الكلمة ابتكارات نديرو ابتكار مبتكر مبتكر ابتكر وثاء ما هي العناصر التي تتألف منها الحضارة لنرجع للنص ديالنا أنا تتألف الحضارة نا. وتتألف الحضارة من أربعة عناصر الموارد الاقتصادية والنظم السياسية والتقاليد الخلقية ومتابعة العلوم والفنون إذن تتألف الحضارة من نديرو نقطتان الموارد الاقتصادية النظم السياسية التقليل الخلقية متابعة العلوم والفنون السؤال ج ما هي العناصر التي تحول دون تحقيق الحضارة لدى الشخص إلى شفنا في النص ديالنا عنا وتبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق لأنه إذا ما أمن الإنسان خوفا تحررت في نفسه ثلاثة دوافع إلى غير ذلك لأن الاضطراب القلق وعنا الخوف نكتبو العناصر التي تحول دون تحقيق الحضارة الشخصية الاضطراب والقلق والخوف أه ح ما هي العن... أه ما هي الحضارة حسب الناس عنا أه في النص ديالنا الحضارة هي نظام اجتماعي يعين الانسان على الزيادة من انتاجه الثقافي اهي هدي تعتبر الحضارة نظاما اجتماعيا يعين الانسان على الزيادة من انتاجه الثقافي يعني كلشي عندنا غير في النص ندوزو للخاء اشرح العبارة التالية الحضارة هي الرقي والازدهار في جميع الميادين والمجالات يعني الحضارة هي أساس تقدم وتطور البلدان في جميع المجالات يعني المجالات بحال اللي مذكورين عندنا في الناس عندنا المجالات الفنية والعلمية والاقتصادية وبالتالي تطور الإنسان يعني ملي تطور المجتمع للبلد في هاد المجالات كاملين يعني الإنسان هو اللي غادي يتطور عفوا عندنا أرتب الأفكار حسب ورودها في النص الحضارة ترتكز على الجانب الفني والعلمي هذه كانت في آخر فقرة يعني ثلاثة والإنسان عندما يحس بالأمن يحفزه ذلك لبناء حضارة في الوسط للفقرة الفقرة الثانية ومفهوم الحضارة والعناصر المؤلفة لها هذا باش بدينا في التعريف ديال الحضارة والعناصر المؤلفة لها يعني هذا رقم واحد ندوز دابا التراكيب. انا الف استخرج من من الجمله التاليه اداه النصب وفعل المضارع المنصوب يسعدني ان تتفوق في دراستك اداه النصب هي ان والفعل المضارع المنصوب هي تتفوق. لن ينجح الا المجتهد عندنا اداه النصب لن والفعل المضارع المنصوب ينجح اقرا الكتب كي اثقف نفسي هنا أداة نصبية كي والفعل مضارع المنصوب وثقفة باء أقرأ الجمل وأكمل ملء الجدول عندنا من يلزم بيته يبعد خطر الإصابة بالوباء إن أداة الشرط هي من فعل الشرط يعني شنو هذا الفعل خصنا من واش من يلزم بيته شنو كيكون كي جواب الشرط يبعد يعني فعل يبعدو خطر الإصابة بالوباء كنديرو غير اللي يبعدو فقط وعندنا الجمله الثانيه ان تراجع ان تراجع عفوا ان تراجع دروسك تنجح بالامتحان <applause> اداه الشرط هي ان فعل الشرط تراجع وجواب الشرط تنجح وعندنا متى تحافظ على النظافه تمنح نفسك الحمايه متى هي اداه الشرط فعل الشرط هو تحافظ شنو هو الجواب ديال الشرط تمنح دوزو السؤال تاع اكمل بما يناسب من الاسماء الخمسه مؤسس الدوله العلويه هو يوسف بنو واش نقولوا ابو ولا ابي ولا ابا هو يوسف بن ابي سفيان عندنا ساعد واش اخوك ولا اخيك ولا اخاك نساعد اخاك واحترم واش حماك ولا حموك ولا حميك واحترم حماك حتى تعيش مرتاحا وهنا عندنا فاز وش ذو ذا ذي الاخلاق الحميده فاز ذو الاخلاق الحميده ف عفوا صل بسهم بين العباره وما يناسبها عندنا نحدد واش التوكيد اللفظي ولا تمييز ملحوظ لا تمييز ملفوظ ولا توكيد معنوي يبلغ ارتفاع السور 46 مترا هذا تمييز ملفوظ اقرا أه... قرات عفوا قرات القصتين كلتيهما انا قرات القصتين زدنا لها كلتيهما يعني درنا توكيد معنوي حيث ما, ب... ما درناش القصتين القصتين عندنا الفائز في المسابقه علي علي ها ودهد توكيد لفظي حيث عاودنا نفس اللفظ مرتين والذهب اقل صلابه من الحديد هذا تمييز ملحوظ جيم أعرف ما تحته سطر في النص الابتكارات هذا ابتكار جمع مؤنث سالم مجرور بالكسرة الابتكارات دوزول صرف التحويل عندنا صنف الأفعال التالية حسب الجدول حرثة ملأ ردة بدا وافق يسير عندنا فعل أجوف فعل مهموس فعل مثال فعل ناقص فعل سالم فعل مضاعف ناخدو حرثة ما فيش حروف العلة ما في همزة ما فيش تضعيف يعني فعل سالم ملأ ملأ راه فيه همزة غادي <applause> نديرو فعل مهموز رد فيه تضعيف يعني نديرو فعل مضاعف بدا كيكمل بالالف يعني بحرف علة نديرو فعل وافق فعل مثال ويسير الاصل ديالو سار يعني فعل اجوف عنده حرف عله في الوسط اثنان اكتب العدد بالحروف في الجملتين التاليتين اصلي <applause> مع الامام أربعة ركعات قلنا الاربعة كيكون مخالف للمعدود يعني هذا مؤنث غادي يكون هذا مذكر اربعة ما نقولوش اربعة اربعة ركعات رتلت هنا سبعة عشرة سبعة كتخالف المعدود وعشرة كتمشي مع المعدودين يعني كان مؤنث مؤنث مذكر مذكر هذا يكون يعني الجزء الأول يكون مخالف سبعة عشرة آية قرآنية ثالثا سغ اسم الفاعل واسم المفعول من الأفعال التالية مع الشكل التام اخترع عفوا عندنا اخترع مخترع وهنا مخترع هذا علاش خصنا نديرو الشكل حيت الا كتبناهم هاد الزوج بلا شكل ما غاديش نعرفو نقراوهم يعني نفرقو بيناتهم عندنا عالم اسم الفاعل عالم ومعلوم ندوزو لسؤال الرابع عين نوع الاسم الذي تحته سطر في الجملة التالية ديروه واش اسم مكان ولا اسم آلة ولا اسم تفضيل او اسم زمان ينطلق القطار في الموعد المحدد الموعد هذا راه اسم زمان حددنا الزمن فوقاش يستعين الفلاح بالمحراث هذا اسم الصوم أكثر عبادة أجر أكثر العبادات أجرا هنا أكثر راه اسم تفضيل ويقدم التلاميذ أنشطتهم الرياضية في ملعب المدرسة الملعب راه اسم مكان ندوز الإملاء أكتبوا الهمزة المتوسطة المناسبة في الكلمات التالية عندنا نداء في آخر الكلمة وقبلها ألف كتكتب على السطر قبائل عندنا الهمزه ديالنا فيها كسره كتكتب على الياء وتهنئات حتى هي واخا عندنا الهمزه ديالنا فيها فتحه ولكن قبل منها كسره يعني هاد الكسره هي اللي كتحدد علاش غتكتب غتكتب على الياء وملجا عندنا الجيم فيها فتحه يعني ملجا وغادي نكتبوها على الالف أكتب كلمة ابن أو بن في المكان المناسب أعتذر أن عيسى بن مريم نبي الله كنديرو ابن عيسى ابن مريم نبي الله ومنزل ابن ابني عفوا منزل ابن خالتي قريب وعبد الرحمن بن خلدون صاحب كتاب المقدمة وعلي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين والسؤال البوالي جيم أتمم الأسماء التالية بالألف المناسبة يعني واش ألف ممدودة ولا ألف مقصورة هنا دنيا كتكتب ألف ممدودة حتى ما يمكنش الأصل نتاع الألف المقصورة هي الياء يعني ما يمكنش جوج دنيا موسيقى هنا كنكتبوها ألف مقصوره عندنا حكا الاصل ديالها حكي وعندنا صفا صفون يعني الاصل ديالها واو كنكتبوها الف ممدوده <applause> واخر فقره اللي فيها الكتابه عندنا اول سؤال اشكل ما كتب بخط مضغوط في النص تعتبر الحضاره نظاما اجتماعيا يعين الانسان على الزياده من انتاجه الثقافي وعن الجملة الثانيه فالجانب العلمي يتمثل في الابتكارات التكنولوجيه وعلم الاجتماعي لان يعني انا قلتهم فقط ما مشكلتهمش كنعتذر وعن السؤال الثاني اقوم بكتابه طلب الى السيد رئيس المؤسسه بصفة رئيس تعاونيه القسم اطلب منه ان يحدد لنا يوم في الاسبوع الدراسي لتنظيم نشاط الاحتفال بنهاية الأسدس الأول مقترحا عليه عدة أنشطة أقوم بها مع زملائي في القسم خلال الاحتفال <applause> باش كنكتبو طالب كنديرو المكان مثلا نديرو مراكش نديرو تاريخ 2 يونيو 2023 مثلا نديرو من التلميذة لبنى نزيدو حيت قلنا هنايا هذه ما لهاش البال عندنا رئيس تعاونية القسم يعني من التلميذة لبنى رئيسة تعاونية القسم إلى السيد المحترم لما كنصيفطوها رئيس مؤسسة كنديرو الاسم ديال المؤسسة ديالنا مثلا النجاح عنا الموضوع طلب تحديد يوم الاحتفال بنهاية الأسس الأول <applause> عفوا عنا سلام تام بوجود مولانا الإمام وبعد يعني ضروري هاد الشكل يسعدنا سيد المدير أن نتقدم لك نحن تلاميذ مؤسسة النجاح بطلب تحديد يوم في الأسبوع الدراسي للاحتفال بنهاية الأسدس الأول وتقبل منا سيدي خالص عبارات الاحترام والتقدير نكت سالي والسلام التوقيع تلاميذ مدرسة النجاح ولا قد ندير رئيسة تعاونية القسم هذا أعزائي التلاميذ النموذج ديالنا سالا نتلاقاو ان شاء الله في نماذج اخرى